هل يجوز للمرأة إذا خرجت لصلاة التراويح أن تتبخر فقط بالبخور وليست العطور؟ لا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى السوق لصلاة أو غيرها أن تتطيب لا ببخور ولا بدهن ولا غيرهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر يفعله بعض النساء اللاتي يحضرن إلى المسجد في ليالي رمضان، يحضرن معهن مبخرة وعودا ويتبخرن بها وهن في المسجد، فتعلق الرائحة بهن، فإذا خرجن إلى السوق وجد فيهن أثر الطيب، وهذا خلاف المشروع في حقهن. نعم، لا بأس أن تأتي المرأة بالمبخرة وتبخر المسجد فقط بدون أن يتبخر النساء بها، وأما أن يتبخر النساء بها فلا. نعم.